بدون موسيقى بس. بهالحياة كل إنسان عنده أمنيات، بعيداً عن الفلوس والأمان والراحة النفسية ويمكن السلطة والسيطرة، بيبقى من أمنيات الإنسان الأساسية إنه يلاقي حد يبدأ معه مشوار الحياة وينهي معه. وهذا كلام للناس الطبيعيين. الطبيعي تلجأ وضيئك لشريكك مش لحد تاني. الطبيعي تشعر بالأمان مع شريكك مش مع حد تاني. الطبيعي تطلب السند والعون والحب من شريكك مش من حد تاني. طبيعي تتصارح مع شريكك وتحل مشاكلك معاه دون اللجوء لحد تاني. الطبيعي تكون نفسك بدون أي رتوش مع شريكك مش مع أي حد تاني. نصيحة: لا تخلوا شركائكم ينفسوا عن مشاعرهم مع أي حد تاني حتى لو كان من أهلك، لأنه هذا بيعمل شرخ بينك وبينه وبيخليك بالأهمية بعد هذا التاني.